مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نجدد اللقاء من جديد، نتواصل من هنا من ميدان المرموم عبر هذه الانطلاقات التي تاتي لشوطنا العاشر. انطلق بحفظ من الله ورعايته، خصص لسن الاذاعه لهجني اصحاب السمو الشيوخ. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشره مع هذا الانطلاق والمسار، نرى في مقدمة الشوط، نرى من تعلن الحضور مع القيادة والصدارة والمركز الأول. هنا تتقدم بهذا المسار والانطلاق. من تأتي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول في الصدارة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم نجدة، هي من تسيطر مع البداية. سعيد بن راشد بين غدير لكتبي من يتابع الانطلاق، انتقل مباشرة مع المركز الثاني، أرى من تصل في ثاني المراكز. نجوى الهجن الرياسة، منى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع الانطلاق، انتقل مباشرة مع المركز الثالث. في هذه اللحظات من تاتي في ثالث المراكز وتاتي غنوة، تعود الملكية مشاهدينا الكرام لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. سيف بخلفان بن سيف الغويص من يتابع الانطلاق يتولى عملية التدريب والعناية التامة. نقلة مباشرة مشاهدينا الكرام والوصول في هذه اللحظات مع المركز الرابع، من تتقدم العنود لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الاكتبي الواثق من يتابع الانطلاق، ولكن من تغير مباشرة هنا إلى المركز الرابع. أرى التسلل من نشوى لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع الانطلاق. وصول وقدوم مع المركز السادس من عولمة، تعود الملكية لهجن الشحانية سالم بن فاران المر الذهبي من يتابع الانطلاق. انتقل الى سابع المراكز وارى الوصول والتقدم من هملولة لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي الظافر من يتابع الانطلاق. ثامن المراكز من تصل وبرة لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق. الوصول مع المركز التاسع، تتقدم ممتاز في هذه اللحظات من المايدية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من يتابع الانطلاق. وصول مع المركز العاشر من قطنة لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هكذا النداء مشاهدينا الكرام للمراكز المتقدمة، أذعنا كاملا مكمل. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. من سيطرت مع القيادة أعلنت حضورها الممتاز في مقدمة الشوط. غنوة غنوة مع البداية، غنوة مع الصدارة، مع المركز الأول مسيطرة بهذا المسار. تعود الملكية لغنوة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم من يتابع الانطلاق. هنا سيف بن خلفان بن سيف الغويص يتابع هذا الشعار بعملية التضمير. المركز الثاني تليها مباشرة هنا نجوى لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور من يتابع انطلاقه هنا نجوى، ويرافق هذا الشعار بعملية التضمير. المركز الثالث نجدة، تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. المركز الرابع من تصل مشاهدينا الكرام وتتقدم في هذه اللحظات نشوة لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. ومن الجانب الآخر هنا مشاهدينا الكرام الوصول والقدوم في هذه اللحظات، يا سلام بشعار هجن الرياسة بمتابعة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يرافق الانطلاق والمسار. القادم أحلى، وصلت هنا قطنة، قطنة لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير. القدوم والوصول من قبل شديدة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي من يتابع هذا الانطلاق يتولى عملية التدريب والعناية التامة. نقدم مشاهدينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير يتولى عملية التضمير. وصلت هملولة لهجن الرياسة الظافر علي بن ميل
الفاصل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، مع المنعطف الأخير هنا وفي مقدمة هذا الشوط. غنوة مع البداية، غنوة غنوة يا سلام، مسيطرة بكل قوة بكل جدارة. تعود الملكية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيف خلفان لغويص. من يتابع هذا الانطلاق يتولى عملية التدريب، يتولى عملية التضمير. هنا تسلل ووصول، وصول من قطن لهجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي. من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير، يرافق هذا الشعار مع لافتة 1600 متر أخيرة تفصلنا عن خط النهاية ومن عمر هذا الشوط. المركز الثالث، أرى مشاهدين الكرام نقوى لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع هذا الانطلاق، ومن الجانب الآخر نشوى لهجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وصول هدف، وصلت هدف، أول إذاعة لهدف بشعار هجن العاصفة بمتابعة الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. ومن الجانب الآخر وبر لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. من يتابع الانطلاق هنا المسار، يا سلام يا سلام، وصول من الشروط تتقدم في هذه اللحظات لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان. من يتابع انطلاق الشروط أحمد بخلفان بالصايغ المزروعي من قدم لنا في شوط المحليات مشاهدينا الكرام ونالت بالتوقيت الأفضل، قدم لنا مخيفة، يقدم لنا الشروط. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الإبداع في سن الإذاع. قطنا مع البداية، هدف مع المركز الثاني، وبر من الجانب الآخر. الشروط متى بتشرد؟ وصلت الشروط، وصل الشروط بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. حان موعد الرقص، حان موعد الإبداع في سن الإذاع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الشروط وقفنا، ولكن شردت الشروط، شردت للناموس، شردت للفوز. للمرة الثانية تبي تهديه بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. الشروط هي المسيطرة، ما زالت مسيطرة بكل قوة، غادرت، شردت الشروط إلى الأمام، إلى الفوز، إلى الناموس، وتضيف السيارة الثانية في رصيدها. هنياني لك يا الجنتلمان على هذا الفوز، كما قدمت لنا مخيفة وهي صاحبة التوقيت الأفضل، وقدم لنا الشروط، غادرت الشروط، غادرت الشروط. تهانينا من هذه اللحظات لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وإلى الجنتلمان أحمد بخلفان بالصايغ المزروعي. تهانينا، تهانينا الناهل على هذا الفوز، على هذا الناموس، على هذا الانتصار للمرة الثانية على التوالي. المركز الثاني قطمة لهجن الرياسة، ثالث المراكز هدف لهجن العاصفة، المركز الرابع نشوى لهجن الرياسة، خامس المراكز وبرة لهجن الرياسة. هكذا مشاهدينا الكرام نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول الشروط إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس، مهدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ومهدي أحمد بخلفان بالصايغ المزروع. يسعد الله صباحك يا الجنتلمان على هذا الفوز والناموس. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لحظة وصولها إلى خط النهاية قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام 9 دقائق بدون ثواني مشاهدينا الكرام، وأيضا وجزء من الثاني. تهانينا والناموس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والثاني لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من احتلت المركز الثاني مشاهدينا الكرام. قطنا لهجن الرياسة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة. قطنا قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام 9 دقائق 4 ثواني 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهني لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي من احتلت المركز الثالث مشاهدينا الكرام. وصلت في ثالث المراكز، ننتظرها من المخرج العزيز هدف لهجن العاصفة، التهني لأحمد بن راشد بن غدي الكتبي. قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام 9 دقائق 5 ثواني 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهني لأحمد بن راشد بن غدي الكتبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.